معنا من القاهرة الخبير في الشؤون الأمريكية السيد أميل أمين. أهلا بك سيد أميل معي على سكاي نيوز عربية. إذا سيد أميل سباق محتدم هناك في هذه الانتخابات النصفية ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. اليوم نحن نتحدث طبعا معي سيد أحمد، ليس أميل أمين. سيد أحمد سباق محتدم، اليوم نحن نتحدث عن تقدم للجمهوريين في طبعا مجلس النواب، لكن في مجلس الشيوخ هناك ربما منافسة أكثر التهابا. هل هناك تعليق أولي لديك حول هذه المنافسة المحتدمة؟ تحياتي لك أستاذ ماجد. في الواقع أن مجلس الشيوخ هي معركة فاصلة وحامية الوطيس ما بين الجمهوريين والديمقراطيون. الآن هناك 48-48، يبقى الصراع على 4 مقاعد في جورجيا، نيفادا، أريزونا، ويسكنسون. تشير التقديرات إلى أن الجمهوريين على الأقل يضمنون مقعدين من المقاعد الأربعة تحديدا في ويسكنسون ونيفادا، باعتبار أن المرشح الجمهوري متقدم بفارق كبير حتى الآن. أريزونا قد تتجه إلى الديمقراطيون، وربما يكون هنا جورجيا هي كلمة السر في الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي التي قد تتجه إلى الجمهوريين، وبالتالي يحصلون على 51 مقعد مقابل 49، أو في سيناريو آخر قد تظل في أيدي الديمقراطيين، وبالتالي يستمر سيناريو المجلس السابق 50-50 مع صوت كاميلا هاريس كمرجحة. لكن الاعتقاد تشير إلى أن الجمهوريين قد ينتزعون الأغلبية بمقعد واحد. بالنسبة لمجلس النواب الأمور تتجه سريعا صاعدة حاسمة صوب الجمهوريون، لكن يظل السؤال هو بأي أغلبية سيفوز الجمهوريون؟ هل ستكون أغلبية مريحة أم أغلبية بسيطة؟ هم يحتاجون إلى 6 مقاعد فقط على مقعدهم الحالية لكي يحصلوا أو يضمنوا الأغلبية 218 مقعد. التقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 26 مقعد متأرجح، بمعنى أن هذا قد يدفع الجمهورون لانتزاع عدد أكبر من المقاعد، وبالتالي الحصول على أغلبية على الأقل بفارق يعني ما بين 6 و15 صوتا، وهذا سيكون له تداعيات مهمة في مجلس النواب وفي العملية السياسية الأمريكية والعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة. طيب سيد أحمد، إقبال وصف بأنه جيد إلى ضعيف، هل هذا طبيعي يعني بالنسبة لأي انتخابات نصفية ماضية شهدناها؟ أيضا ماذا يشير هذا في أو انعكاسات هذا في الرئيس القادم؟ يعني الانتخابات الرئاسية كيف ستنعكس عليها مثل هذه النتائج؟ دعنا نقول أن انتخابات التجديد النصفي هذه المرة ليست كمثيلتها من الانتخابات السابقة لاعتبارات عديدة. الاعتبار الأول حالة الاستقطاب غير المسبوقة بين الأمريكيين على المستوى الرأسي والأفقي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذي دفع حتى الرئيس بايدن يقول أنه حماية الديمقراطية، التصويت على الاستقرار، الأمور تتجه إلى الفوضى. الجمهوريون يشككون في أيضا في الخوف من التلاعب بالانتخابات كما جرى في الانتخابات الرئاسية. هذا العامل دفع نوع من الاستنفار لدى الناخب الأمريكي. أما الاعتبار الثاني من حيث التوقيت والسياق، هذه انتخابات تجرى أيضا كاستفتاء واختبار على أداء الرئيس بايدن خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بسياساته الداخلية وسياساته لكن الخارجية. أستاذ أحمد، نحن أول مرة وإن كان هذا استنفارا الأعداد قليلة يعني جيدة إلى ضعيفة، هكذا يتم وصفها. يعني كثير من الشباب يعني لم يشاركوا في هذه الانتخابات. نعم، هذا ربما تراجع الأجيال معينة إلى أن جزء كبير من المترددين أو كذا هم وجدوا أن حالة الاستقطاب بين الديمقراطيين والجمهوريون دفعتهم إلى ربما العزوف ويرون أنه لن يكون هناك تغير سياسي كبير. لكن أقصد الاستنفار فيما يتعلق بحشد كل طرف لأنصاره، لغة الخطاب السياسي ما بين المرشحين، كلمة كيفن ماكارثي اليوم التي تشير إلى أن هناك مسار جديد. هذا الاستنفار هو تمهيد حقيقة للانتخابات الرئاسية. بمعنى آخر، إذا فاز الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب مريحة، هذا بيمهد الطريق أمام العودة مرة أخرى الجمهوريين إلى البيت الأبيض
في عام 2024، لأن طيب. العلاقة لن تكون مريحة بين السلطة التشريعية مجلس النواب وبين الرئيس بايدن، وبالتالي هناك يعني ضغوطات شديدة، ولذلك هذا الانتخابات هي اختبار، هي أول مرة يكون هناك علاقة بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والاقتصاد، لأن سياسات إدارة الرئيس بايدن في أوكرانيا في الصين أدت لارتدادات على الاقتصاد الأمريكي على المواطن الأمريكي، وبالتالي نحن الآن في صراع بين مسارين سيكون له انعكاسات على ملفات داخلية، على السياسة الخارجية، على توجهات حتى إدارة طيب. بايدن في المرحلة المقبلة، لأننا رأينا تصريحات لكن السيد أحمد الجانب الروسي قال مهما كانت نتائج يعني انتخابات نصفية هي لن تؤثر على الشأن الأمريكي والتدخل في الموضوع الأوكراني ولن تقلب الموازين، هكذا قال الكرملين. لكن دعني أعود إلى مسألة اليوم الحيرة حقيقة، الجمهوريون مقابل الديمقراطيون، حزبان يتداولا هذه الانتخابات وهذه السلطات منذ أمد بعيد، هل هناك أي فرصة للمستقلين أو أحزاب ثانية أو حتى وجهات نظر ثالثة خارج نطاق هذه الصلاحيات أو المصالح أو العلاقات الاقتصادية؟ نعم أستاذ ماجد، هذا النظام الانتخابي ثنائي الحزبية هو ترسخ عبر عقود وعقود من السنين، وبالتالي من الصعب أن يكون هناك يعني تيار ثالث أو حزب ثالث أو مستقلون يشكلوا تيار لمنافسة الحزبين. هناك أحزاب فردية، حزب الشاي، هناك يعني أحزاب كلها تحصل في غالب الأمر على بعض المقاعد، لكن غالبا ما تنضم إلى الحزبين الكبيرين. هذا بيعود إلى بنية النظام السياسي الأمريكي من ناحية، وإلى أن الاستقطاب السياسي، الصراع بين طيارين، يعني الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري هما يمثلان صراع بين طيران كبيرين في المجتمع الأمريكي، الطيار المثال الجمهوري التقليدي المحافظ تجاه قضايا الإجهاض، تجاه قضايا الرأسمالية، اليمين. الحزب الديمقراطي هو أكثر راديكالية، أكثر يسارية، لديه توجهات معينة، وبالتالي هم تعبير عن تيارات الطيران الكبيرين في المجتمع الأمريكي. هناك اعتبارات أيضا مادية خاصة بصعوبة المنافسة، لأن هناك المال السياسي والتكلفة المالية كبيرة في المرشحين في الانتخابات، تجرى كل عامين، وبالتالي لا يستطيع المستقلون أو حتى الأحزاب الصغيرة أن تجاري الأحزاب الكبيرة، على الأقل طيب. في انتزاع مكانة بين الحزبين داخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب. من القاهرة الخبير في الشؤون الأمريكية سيد أحمد، سيد أحمد شكرا جزيلا لك.